افتتح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء مؤتمر البحرين الدولي للقيادة التحويلية، وذلك بمشاركة وحضور رؤساء الشركات وكبار المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية وأكثر من 200 مشارك من داخل وخارج البحرين من مختلف القطاعات. وأكد سعادته في كلمته على أن القيادة بمملكة البحرين هم خير مثال على القيادة التحويلية الناجحة ذات السياسة والرؤية الملهمة، مستشهدا بخبرات كبار المفكرين العالميين في هذا المجال، وكيف أن القيادة التحويلية هي العنصر الأكثر أهمية لنجاح المؤسسات والمنظمات بمختلف أنواعها، كما أنها فن تحفيز مجموعة من الناس على العمل من أجل تحقيق هدف مشترك، مؤكدا على أن القيادة الإدارية الفاعلة تمثل المفتاح الأساس لنجاح التغيير في القطاعين العام والخاص. ولا شك أن الاهتمام بمفهوم القيادة التحويلية يشكل عنصرا أساسيا للمؤسسات والشركات، خصوصا في ظل التحديات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية. كما استعرض وزير الكهرباء والماء دور القيادة التحويلية في مجال الطاقة المستدامة، حيث قدم عرضا مرئيا عن إنجازات مملكة البحرين في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكيف أن هذه الإنجازات تعبر بوضوح عن أساليب التحول في الطاقة وفي إدارة الطاقة في دول العالم أجمع. هذا وينعقد مؤتمر البحرين الدولي للقيادة التحويلية على أرض مملكة البحرين بمشاركة عدد كبير من القياديين والمختصين، بهدف تبادل المعلومات والخبرات العملية المتعلقة بكافة جوانب العمليات الإدارية والاستراتيجية وآليات اتخاذ القرارات الإدارية في تطوير استخدامات الطاقة المتجددة وكيفية اجتياز الأزمات المؤسسية والعمل على تنمية المهارات القيادية للمشاركين في المؤتمر. التحويلية تحدث عندما يقوم القائد بابتكار رؤية مستقبلية ملهمة ويحفز الجميع للمشاركة في هذه الرؤية. وأحسن مثال عندنا هنا في مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، عندما دشن ميثاق العمل الوطني، وكذلك مشروع جلالته الإصلاحي الذي غير مجرى الأحداث في مملكة البحرين كلها إلى الأحسن من جميع النواحي. وكذلك عندما دشن جلالته في سنة 2008 رؤية البحرين 2030، وهذه الرؤية المستقبلية هي منارة لجميع المسؤولين وجميع المواطنين للاستفادة منها في خططهم المستقبلية والاسترشاد فيها. فبالنسبة لقطاع الطاقة كذلك، كانت البحرين في السابق تعتمد على الطاقة الأفورية، وحكومة البحرين أخذت قرار بالنسبة للقيادة التحويلية بأن يكون هناك تنويع إلى مصادر الطاقة.